تعالى يا زغلول. لا تعالى. اجي ايه بس؟ تعالى يا اخي، مفيش حد. مفيش حد خالص؟ كلهم مشوا. طيب دي بس خيش يا زغلول. اه اضحك علينا كمان. بعد ايه؟ بعد كلهم ما سابوني. ايوه عباس الندل باعني وسابني. تستاهل. حتى تفاحه ادتني بومبا. تستاهل. كلهم ادوني بومبا. تستاهل. لما انت عمال تقول تستاهل، امال اللي بيستخيش ليه؟ عشان اديك بومبا. تستاهل. اصل انا لقيت الخيش ده موضه، قلت قد ما تجرب يمكن. ايه فاكر الخيش بيدفى؟ يا الله يا دكتور، ده كانت فكرتك، نسيت ولا ايه؟ عباس كلهم ادوني بومبا، يكونش بعد كلهم ما سابوني اتهبلت انت وصدقتني. اصل انت مش واخد بالك يا دكتور، المصيبه ان انا من زمان مصدقك. انت صح يا دكتور. شكل بس حمار. عجبتك قوي دي؟ هو في حمار بيعمل الصح؟ ده هو الحمار هو اللي بيعمل الصح. يا دكتور يا دكتور، انا كتبت لك كل حاجه هنا. انت زعلان منه بقى. هتوريني ايه؟ كتبت كل كاتب من يوم ما اتولدت. ايوه يا دكتور، اصل انت اللي فوق لا يمكن كانوا هيسيبوك. انت عايز تلغي كل حاجه وهم حالتهم كل حاجه. واللي تحت برضه مش هيسيبوك ولا يوافقوا على اللي انت بتعمله. عايز تلغي كل حاجه وهم غلابه ما حلتهمش حاجه. والحل دبرني. الحل اكيد في حل حاجه تانية. هو انا ما مش ممكن انت لسه لابس الخيش. لا يا راجل، فوق بقى. قال لك ايه؟ قال لك اه، قال لك زعتر. جاي لك يا عطر، تدي له ايه؟ ادي له بومبا. تدي له ايه؟ ادي له بومبا. يا راجل اصحى بقى يا راجل، ما خلاص راحت عليه. ما تاخديه يجيب لك الخضار حتى من السوق. لا ما ينفعش ما ينفعش. حتى قدام العمارة. لا ما ينفعش. طبت ايه ده؟ تريد تشمتوا فيه يا ولد؟ يلا كل واحد على شغله. عملتها زعبوب، اسمه جعبوب. عملتها جعبوب وصحت معاه. ايوه طلعت معلم يا جعبوب، وصاحبي طلع حمار. بس لسه ما خلصناش يا زعتر. It is not over yet. Because لو لاحظت يا دكتور ان كل حاجه هنا لسه باسمك، هتعرف ان لسه في فرصه قدامك. يعني تقدر تخش اللعبه لو حبيت يا زعتر. بعد ايه عباس وعملتوش زعيم عباس وباعني بنكله؟ تفاحة وبقت لولة، زعترية وبقت ملوخية. لعبة بتلعبوها بقرة بتحلبوها، لكن لحد كده وكفاية. أنا كنت عارف إن ده هيكون ردك يا زعتر. يا أخي وحرام عليك، ما أنا عارف إن ده رده. جاي ليه؟ بتشمت فيها يا دكتور؟ لا أنا مش دكتور، أنا جعبوبي. أنا جاي عشان أقول له إنه جبان كورت، وانك عارف من الاول يا زعتر انك مش قد اللعبه دي. انا قدها وقدود. انا زعتر ابو العباس صاحب اللعبه دي، انا اللي عملتكم كلكم. ولما احب العب لعبتكم في هالي بالي، اللي بتعملوه في سنه هعمله في ثانيه. المساله حلاوه، تستنوا اما نكتب بقى. في دي ابقى ندل واطي لو انكر. ندل واطي وسافل ومجرم وقليل الادب ومش متربي، واهلك ما رضيوش ربوك ورموك في الشارع. ده من عندي. سيبك من عندك. اسمع يا زعتر، اسمعني كويس يا زعتر. انا عارف اصلك وفصلك. عارف انك لما تحب تلعب تحب تلعب وانت الكبير، البريمو، الزعيم بتاع القعده، البروفيسور الاس اللي يقش كل الكوتشينه، الاستاذ الكبير اللي يقعد يقول وتلامذته يأيده يكتبوا كلامه ويأمنوا بيه وينشروه يا زعتر. لكن ها 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 اكتبها ازاي دي؟ ده كان زمان يا زعتر، دلوقتي خلاص انت عجزت، بقيت الورقة الشايب الخسرانة. ما تسويش الا اللي جواك، واللي جواك افكارك وبس. وافكارك يا زعتر تهمني، عايزها، محتاج لها. ممكن تحط ايدك في ايدي بافكارك، بس بالطريقة اللي نتفق عليها. تحب بقى افتح لك الملعب وتخش؟ كل ده حافظه. زعتر الحق يا زعتر، حاسب دي خيا يا زعتر. خليك معايا خلاص، ده موضوع انتهى. انا
اسف، دي خيا. خيا اوعى. لا مش خيا يا زعتر، قدامك الملعب اهو. لو واثق واتفقنا سوا العب، بس معانا وبطريقتنا، وساعتها هنشيلك على راسنا من فوق. غير كده بقى ما تفتحش بقك. وإن فتحت يا حلو محدش هيسمعك. وأنا موافق يا جعبوب. إيه؟ هلعب اللعبة بتاعتكم، وحسبت لكم أهم حاجة، حسبت لكم إن أنا مش حمار. حسبت لكم أهم حاجة هتعرفوها كلكم بعدين، وأنت أول واحد هيعرفها. برافو برافو يا زعتر، فانتاستيك، كده تعجبني. قول لي بقى طلباتك ايه وانا انفذها لك. عرش. عرش يا زعتر؟ ايوه عرش. يحضر العرش حالا، وكل حاجه هنا تبقى بالكمبيوتر بالريموت كنترول، وكلكم هنا هتبقوا نمر، مفيش حد له اسم. اقول لك روح يا نمره، تروح يا نمره، روح يا نمره. حاضر. يلا. هو بجد؟ يلا. كل واحد في اهلي بالي هيبقى له رقم. نمره. انا طبعا معفي بالموضوع ده. انت هيبقى لك اسوأ نمره. النمره النحس، نمره 13. اقول لك روح يا 13، تروح يا 13. وانا موافق يا زعتر. انا طبعا هبقى البنت بتاعتك. مفيش في الزعتريه بتت. انت هيبقى لك نمره برضه، بس سبيشال 451 فهرنهايت تحت الصفر. فانتاستيك يا زعتر، انت غير محترم. نعم. سجل يا زغلول. لا ما خلاص التسجيل انتهى يا زعتر. عرش ايه وكمبيوتر ايه؟ اصحى لنفسك وفوق، المساله مش بالسهل زي ما انت فاهم. الظاهر انت اللي مش فايق معايا. انا فايق معاك قوي، بس خايف عليك. حاسب من الخيه اللي انت داخل فيها. نسيت صحيح، انت كمان ليك نمره. عمر ما انفع يبقى ليا نمره. هينفع، انت ماينس واحد. طلعوا ماينس واحد بره. اصحى وفوق لنفسك بره. اصحى وفوق لنفسك، فوق لنفسك قبل الوقت ما يفوق. ما دام عايزيني العب معاكوا يا جعبو هلعب، بس على شرط تنفذوا اللي اقولكوا عليه بالحرف الواحد. اوكي.